حركة النهضة أصدرت بلاغا قالت فيه أن تعتبر الحكم الصادر في حق رئيسها مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي يتعرض وتتعرض للحركة وسائل القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس. كما أنها تؤكد التالي، يقولك أن حركة النهضة لم تتلقى مطلقا، أي تنفي تلقيها تمويلا من أي جهة أجنبية، وتقول أن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أي شبهة. كما أنها تقول مواصلة في الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظم والمشاركة السياسية وأخلاقة الحياة السياسية والتنافس النزيه. كذلك طيب سيزاد، حتى نعيد لك الكلمة سيد سعيد، نعمل زيارة إلى الشركة الوطنية لعجين حلفاء، شوف الصور في الخلفية والفيديو بمدينة القصرين، واللي معتمديات ماجب العباس وأم القصاب أيضا في القصرين، تنشوف الصور تباعا. نجاك تربط خبر الاعتقالات بخبر خبر غايب، إن تعرف نحكو على استرجاع الأموال، وتعرف أن سيد سعيد ترأس لجنة منذ صيف أكتوبر سبتمبر 20، يعني قبل الانقلاب بعد عام تقريبا توليه الرئاسة، بموجبها هي لجنة استرجاع الأموال المنهوبة 20 21 22 23. احنا ماشيين في العام الرابع، بداية العام الرابع، الاتحاد الأوروبي يرفع مرة أخرى، لأنه ثم قائمة جديدة يرفع عنها تجميد سابقا من بين مرون المبروك، اليوم أو عندي يومين رفع عن ثلاثة أسماء نشوفوهم اللي رفع عن تجميد، هم سنين بن علي قائمة. كيفاش تقرا الخبر هذا سي؟ نعم ثم ثلاثة أسماء على الأقل نجم نقروها تباعا، الله غالب أن نشهروا في الناس اللي يرفع عليهم الاتحاد الأوروبي التجميد، بهم سيدي بن علي. تعطيني الصفحة الثانية، موجودة في آخر الصفحة الثانية، هذا قرار جديد. هو سميرة الطرابلسي أخت ليلى هذه، ودرصاف بن علي، درصاف هذه زوجته بنت بن علي، وسيرين بن علي زوج بنات بن علي. تعليق سي زياد. بداية هذه مش أول قامة يتم الإفراج على أموالها من طرف عائلة الرئيس السابق بن علي في عهد قيس سعيد، لأنه كانت فما قائمة زمان يوسف الشاهد واللي يعني تفتحت فيها يعني قضية على أسهم شركة أورانج والضغط الفرنسي اللي صار عليه والفضيحة الكبرى اللي صارت به. ولكن أعطينا نمشيه من 2019 من وقت تولي قيس سعيد، لأنه قيس سعيد سنة 2020 أعلن عن تشكيل لجنة تعتني بإعادة وجرد الأموال المنهوبة، أعملها وقتاش؟ سنة 2020. سنة 2022 قيس سعيد تذكر أنه عمل اللجنة هذه ونسى أنه يعمل لها رئيس ويعمل لها أعضاء. شكون اللي ذكروا بها؟ ذكروا بها السيد غازي الشواشي وقت اللي قابلوا، قالوا راك عملت لجنة عامين التالية راك نسيتها جملة، برد جبدها وتفكرها. وقت قيس سعيد قال آه بالحق والله عامين التالي أنا عملت خطأ، لأنه هو من 2020 حتى 2022 كان دائما الحديث على أموال المنهوبة وشكون المسؤول وين الفلوس وما تنساش، لأنه قيس سعيد أول تقريبا مش أول يعني من بين الإجراءات الأولى التي يعني أقرها وقال عليها بعد الانقلاب تماما أنه باش يعمل لجنة يعني تقصي حقائق بين قوسين وجرد لكل الهبات والقروض التي تحصلت عليها الدولة التونسية بعد الثورة. وطبعا حالها كما حال بقية اللجان يعني تم قبرها، لأنه ما فيهاش يعني ملفات فساد تخص المعارضين، بأنه قيس سعيد اليوم ما ينبش القضايا إلا التي تخص المعارضين، أي ملف ما يلقاش فيه المعارضين يولي يسكره ويحطوه في الدرج. اليوم الملف هذا والفضيحة الجديدة التي تتعلق بالأموال المنهوبة اللي ما تنساش قيس سعيد تقريبا ما عنده حتى كلام إلا على الأموال المنهوبة خارج تونس وداخل تونس. داخل تونس يعني كانت بضع ملايين يعني أقدر أن يفكها من رجال الأعمال، ولكن خارج تونس كانت الفضيحة الكبرى، لأنه ما ننساوش العشرية السوداء اللي حكي عليها قيس سعيد ورجال بعد سي حسين نحكي عليها مطول، لأنه المصطلح اللي استعمله البارح قيس سعيد يعني فضيحة جديدة
الفضايح العنصرية بتاع قيس سعيد كيف ذلك؟ بيتحدث على عشرية بتاع ثورة، يقول عشرية السواد، إنسان من عشرية السواد جابته هو. يمكن إذا كان فيها سواد العشرية هذه إنه جابته هو رئيس. ونرجعوا لك، أنت حاب نحكيه مطولا بعد. نعم، مع الإشارة دائما أستاذ زياد، دائما نؤكد في الزيتونة أنه استعمال هذا المعجم راهو معجم عنصري للأسف الشديد. ننبه المسؤول الرسميين وكل الزملاء وكل الحضور دائما، هذا راهو معجم عنصري للأسف الشديد، يعني طبعنا معاه في المشهد الإعلامي التونسي. شوف ألفاظ قيس سعيد ألفاظ عنيفة جدا. فما تقرير لمجلة فرنسية عملت جلد للألفاظ العنصرية متاع قيس سعيد. قيس سعيد العنصرية في دمه، لأنه حتى اليوم الأفارقة اللي قاعدين يطردوا في التوانسة يقولوا انه رئيسكم عنصري وبالتالي انتم شعب عنصري، وحاشا لله انه الشعب التونسي شعب عنصري. اكيد بيناتنا عنصريين، اكيد قيس سعيد عنصري اكيد، وشفناه بالخطاب بتاعه يعني الداعي للكراهيه، هو يستعمل في الفاظ عنصريه حتى ضد المعارضين بتاعه. ما تنساش قيس سعيد استعمل يعني ارذل الالفاظ ضد المعارضين، اخرها من البارح يعني اوصاف، شو نقول لك، اوصاف انت تخشى. ولكنه في كل مره ينفي الحقيقه تقولها، لكنه في كل مره ينفي العنصريه عن نفسه. اذا كان